مشاهدي بيت للكل، يسعد مساكم بكل الخير والمحبة والسلام في شهر رمضان المبارك اللي منكمل فيه سلسلة حلقاتنا المميزة والمتنوعة من بلداننا العربية، فلسطين، العراق، الأردن ومصر. اليوم حلقتنا رح نتحدث فيها عن التراث الحضاري وتحديدا التراث الإسلامي كجزء من تكوين الهوية العربية وتاريخنا ومسيرتنا عبر الزمن. نعم يا ياسمين، أكيد اليوم حلقتنا حلقة مميزة للغاية من خلال برنامجنا العربي بيت للكل، فتحيات وتقدير لكل زملائي في برنامجنا بيت للكل، وأكيد كل من يتابعنا من خلال هذا البرنامج العربي. اليوم حلقتنا راح تكون مختلفة تماما، هو معالم تراثية إسلامية موجودة في مصر والأردن وفلسطين والعراق، وهناك من يتركها أثر لو قلبت أنظارنا الصور، وهناك من يبحث عن شبيه بالحرف بالميدان بالوتر، وباختلاف الأزمنة تتسابق الأيام نحو الأمكنة، ونحن اليوم نتواجد في أحد الأماكن التراثية الإسلامية المعمارية القديمة. نحن في منطقة القلعة، بالخلف القلعة، وعلى يميني المسجد الرفاعي، وعلى الشمال مسجد السلطان حسن. هذا المسجد العتيق الجميل، الأثار، الحضارة الإسلامية. مسجد الرفاعي من المساجد الأثرية الهامة جدا القديمة، ولكن أيضا مسجد السلطان حسن من الأماكن العتيقة الجميلة. عندما تنظر إلى المسجد على طول تتذكر الحضارة الإسلامية، وتتذكر أولا أنه درة العمارة الإسلامية. مسجد السلطان حسن لم يكن فقط مسجد، ولكنه كان مدرسة للعلوم وتفسير القرآن وفقه والدين وكل علوم الدنيا. هذه المنطقة العتيقة تتحدث عن التاريخ والأثار الإسلامية. اليوم نحن توجهنا إلى شرق العاصمة عمان، تحديداً من موقع أهل الكهف متواجدين لحتى ننقل صورة عن هذا الموقع اللي بيحمل قيمة تاريخية دينية عميقة. هذا المعلم يعتبر من أهم المعالم السياحية في الأردن. خليكم معنا لحتى نروح جولة ونتعرف أكثر على هذا الموقع. جولتنا في موقع أهل الكهف مثل ما قلت لكم وخبرتكم. اليوم رح يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور معتصم الحنيطي، مدير أوقاف لواء سحاب وإمام مسجد أهل الكهف. اليوم رح نتعرف على كل التفاصيل عن قيمة هذا المكان وفضله وقصة أهل الكهف. بدي أرحب فيك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، الله يحييكم. يا أهلا، شكرا على استقبالكم في موقع أهل الكهف. ودعنا نتحدث أكثر عن هذه القصة قبل الدخول إلى داخل الكهف وتعرف على أبرز المعالم. طبعا الآن نحن هنا في العاصمة الأردنية عمان، في المنطقة الشرقية منها بالتحديد، والأردن كما لا يخفى عليكم هي أرض الرسالات والنبوات، وحصلت على ثراها الطيب أحداث عظيمة، وتضم بين جنباتها الكثير من مقامات الأنبياء والصحابة التي تمتد على أطراف هذا الوطن الحبيب. فالأردن غني، وهذا كنز نفخر به أمام العالم الإسلامي. لذلك نحن اليوم أمام أيضا مكان من هذه الأمكنة، وأمام قصة عظيمة ترتبط بوجدان المسلمين، ألا وهي قصة أصحاب الكهف. سبع فتية حافظوا على دينهم وفروا خوفا من الملك الظالم من مدينة عمان وسط عمان إلى هذا المكان، وأواهم المبيت في داخل هذا المكان 300 سنين وازدادوا 9، بدون طعام ولا شراب ولا أي شيء، فقط التجأوا إلى الله عز وجل، وهيأ الله لهم المكان والزمان، ثم بعد ذلك أحياهم الله مرة أخرى، أن قاموا من نومهم وأصبحوا يتساءلون فيما بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وخرج أحدهم إلى مدينة عمان، نفس مدينة عمان، لشراء الطعام. عندما وصل المدينة وجد كل شيء متغير، ومن خلال النقود اكتشف أمره، ثم عاد للكهف وأخبر أصحابه بالقصة وطلبوا من الله أن يميتهم، أماتهم الله. على إثر ذلك خلد الله ذكرهم وأبقى سيرتهم،
حتى ذكر كلبهم في القرآن الكريم في 4 مواضع، ونسب الكلب إلى أصحاب الكهف، أخفوا حالهم وذكرهم فأظهرهم الله عز وجل على مر السنين والأعوام. لذلك كانت هذه السورة سورة الكهف التي تحمل بين طياتها وجنباتها قصة أصحاب الكهف الفتية الذين حافظوا على دينهم. لنتحدث فضيلة الشيخ عن جهود الدولة الأردنية في الحفاظ على هذا المكان وترميمه للحفاظ على التراث الإنساني والديني، نتحدث عن هذا الجانب من فضلك. نحن حقيقة في الأردن كأردنيين محظوظين بقيادة هاشمية مباركة أولت مقامات الأنبياء والصحابة اهتمام بالغ، ومن ضمنها هذا المكان، فكان لهذا المكان في وجدان جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه الأهمية والمكانة العالية والبالغة، فلذلك كان عندنا حصيلة هذا الاهتمام مسجد يعني يخدم هذا المكان وقاعات متعددة الأغراض، وأيضا روعي هذا المكان واهتم به وتم توفير جميع السبل لإشارة هذا المكان ونقله من السياحة المحلية والداخلية إلى العالمية. تحدث عن وصفك، خلينا نحكي عن إقبال السياح إلى هذا الموقع، كيف تجد الإقبال على هذه السياحة هنا؟ كما ذكرت لك فيما سبق، يعني الاهتمام الذي حظي به هذا المكان كان له أثر كبير، من هذه الأثار أنه هذا الكهف أصبح مشهور عالميا، فلذلك يرتاد هذا الكهف من قبل كثير من الزوار المسلمين وغير المسلمين، لكن على وجه الخصوص المسلمين من جميع أنحاء العالم، من شرق آسيا مثل ماليزيا إندونيسيا سنغافورة، من الدول الشقيقة والعربية العراق مصر تونس السعودية الخليج عموما، فلذلك هذا المكان يرتاد كثير من الزوار والحمد لله على كل حال. لنتحدث فضيلة الشيخ عن علاقة هذا الموقع، موقع أهل الكهف، بوسطية الخطاب الديني في الأردن. طبعا سورة الكهف مليئة بالفوائد الكثيرة، ومن هذه الفوائد التي أكرمني الله عز وجل بالكتابة عنها في رسالة الماجستير التي كانت كبحث علمي عن هذا المكان، وهو أول بحث في فضل الله عز وجل عن كهف أصحاب الكهف، وصلت من خلال هذا البحث إلى موضوع وسطية الخطاب الديني، كان ذلك يتمثل في قوله تعالى وليتلطف، وهي منتصف القرآن الكريم، وهذه الكلمة لها ما لها لكل إنسان يريد أن يتوجه إلى الخطاب الديني والدعوة على وجه العموم وعلى وجه الخصوص كمسلم، لذلك اللطف مطلوب في كل شيء، وما كان اللطف في شيء أو اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هؤلاء الفتية لما صدعوا بأمر الدعوة قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، القوم جابهوهم وواجهوهم بالرفض، كانت النتيجة أنهم آووا إلى الكهف، ما قاموا بأعمال تخريبية ولم يقوموا بالذبح والقتل وإلى ما لا ذلك، فقط انعزلوا عنهم ودخلوا إلى الكهف، فكانت الدعوة هذه مخلدة لأن الله تكفل بحفظ الدين. فلذلك خلاصة هذا الكلام أن الإنسان إذا أراد أن يوصل رسالة إسلامية معينة يوصلها باللين وبالحكمة، يوصلها بالرحمة وبالعطف وبالحنان، هكذا أمرنا الإسلام، ومن هذه السورة نتعلم ذلك. دكتور معتصم، كل زاوية في هذا المكان وفي هذا الكهف تروي حكاية، وحكاية أهل الكهف ذكرت في القرآن الكريم، بداية حدثنا عن هذه القصة. هنا في داخل الكهف، هذا المكان البسيط في مظهره العظيم في أحداثه وعبره، نقف في مكان لطالما زرته ملائكة الرحمن، حظي هذا الكهف بعناية ربانية خاصة جدا، ارتضى الله عز وجل أن يكون هذا المكان مكان سكنة لأوليائه، زادهم كرامة وتشريفا ومهابة بأن سمى سورة الكهف باسمهم، ولذلك هذه السورة لها ارتباط وثيق بالمسلم في كل يوم جمعة، كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة هذه السورة لما فيها من الفوائد الجمة. هذا المكان فيه أحداث عظيمة كما ذكرت آنفا، في هذا المكان بالتحديد نام الفتية 300 سنين وازدادوا 9، حظيوا بعناية ربانية خاصة، ومن هذه العناية تسخير الكون، هذا الكون بأكمله لخدمة الفتية، ومن هذا تسخير الشمس، ذاك الكوكب العظيم الهائل الكبير كان في خدمة الفتية النيام،
فتدخل الشمس كما ذكر ربي في الآية الكريمة، قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. تدخل إلى هذا الكهف بقدر حتى يبقى المكان صالح للسكنة. لمعرفة المزيد دعنا نطلع على أبرز المعالم من داخل هذا الكهف، يعني هناك معالم عديدة لنتحدث عنها. هذا المكان في داخله 7 قبور، 4 قبور على الجهة اليمين و3 قبور في الجهة اليسرى. هذه المقابر لأصحاب الكهف دفنوا فيها فيما بعد نومهم، وأيضا تحتوي على الفجوة، وهي الفجوة التي ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم، قال وهم في فجوة منه. والمقصود في الفجوة هو المكان المتسع الفسيح الذاهب في الكهف أو الحجرة الداخلية. أما الشمس تدخل عليهم من مكانين، وقت الشروق من هذه الطاقة في فصل الصيف، وفي فصل الشتاء والخريف والربيع تدخل من الباب. هذا المكان يحتوي على نقوش كثيرة وتزيينات كما تشاهدون حاليا. هذه النقوش كانت على زمن عصور متعددة، منها البيزنطية والرومانية وإلى آخره، وأيضا تحتوي على ملاط جيري، وهذا الملاط كان زمن سيدنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله محرر القدس، نسأل الله أن يعيدها إلينا عاجل غير أجل. فكان هذا الملاط أو هذا التجديد وهو آخر تجديد حصل لهذا المكان. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم العربي بيت للكل. حقيقة وإحنا نتواجد في المدرسة المستنصرية نحتاج إلى تفسير الكثير من الخطة المهمة اللي كانت هذه المدرسة تعتبر من المدارس الرائدة والزاخرة حقيقة ثقافيا وعلميا وأدبيا. راح يكون ويانا في هذه الحلقة من خلال برنامجنا بيت للكل ومن بغداد وبالتحديد من المدرسة المستنصرية الدكتور صالح العلوي أستاذ التاريخ في جامعة الإمام الصادق. مساء الخير دكتور ومنورنا. أهلا ومرحبا بكم. حياك الله دكتور. بما أننا نتواجد هنا حقيقة حتى رائحة البناء هذا اللي موجود به يرمز إلى تاريخ وعبق وقدم كبير، لكن هذا المركز هو مركز إشعاع ثقافي حقيقي في بغداد كان. إذا ممكن بالبداية نتحدث عن المدرسة المستنصرية بتفصيلاتها وكيف كانت هي رائدة في الثقافة والأدب وما تحتوي هذه المكاتب المهمة من علوم زاخرة. نعم، ونحن في مناخ هذا الأثر الحضاري والمعلم الثقافي الكبير من المدرسة المستنصرية أو بالأحرى الجامعة المستنصرية. الجامعة المستنصرية. تحية لإخوتنا في أرض الكنانة وفي الأردن الزاخرة، ولأهلنا في فلسطين الصامدين. وجميل أن يتوحد هذا الصوت العربي بخطاب إعلامي يعبر عن مساحة وعمق الوحدة العربية الإسلامية، ذلك أن الحضارة العربية الإسلامية تتكامل فيتكامل المجتمع في تاريخه ووحدته وتحديه للصعاب، وكذلك يتوحد من أجل أن يكون صوتا ووجها معبرا أمام الحضارات العالمية. نحن اليوم في معلم حضاري بنوعيه، الحضارة برافديها الفكري والمادي، الثقافي والحضاري. هذا الأثر الذي يعبر عن تاريخ التعليم والتربية في الإسلام. المستنصرية تغفو على دجلة، دجلة الخير في منطقة الرصافة. نعم. بالتحديد هي بالتأكيد في الجانب الشرقي من نهر دجلة في وسط بغداد، وفي الضفة اليسرى من نهر دجلة تداعب موجات النهر، وتشبخ هذه الجامعة، هذه المدرسة تشبخ على نهر دجلة لتقرأ لنا سفرا كبيرا حافلا بالمنجزات والاهتمام بالعلم والمعرفة. يوم كانت الحضارة العربية الإسلامية حضارة تستقطب كل جهات العالم، و
يأتي إليها طلاب العلم من كل حدب وصوب. دكتور، هذه المدرسة بالتحديد يمكن اللي يوم يتابعنا مثل ما حضرتك سميتها الجامعة المستنصرية، أبعدت مفردة المدرسة وسميتها الجامعة، لما هذه التسمية؟ ونحن الجميع نعرف بأن هذه هي المدرسة المستنصرية، هل كانت جامعة لجميع العلوم والثقافات وكثير من التفصيلات المهمة الخاصة بالثقافة العراقية والعربية؟ نعم، إن كان مصطلح المدرسة يسري على مدرسة نيسابور ومدرسة النظامية وغيرها من المدارس، هذه الأرض التي اقتربت من 5000 متر شيدت عليها هذه المدرسة أو الجامعة في عهد الخليفة المستنصر بالله العباسي. ابتدأ البناء سنة 630 للهجرة واكتمل نهاية عام 631. طبعا هذه المدرسة أخذ بعين الاعتبار تحت إشراف خبراء بكل ما تحتاج المدرسة من إدارة. اللي متعودين احنا في الطراز الإسلامي المعماري والزغارف اللي موجودة بيها تطلع جماليات، يعني حقيقة أنا منه وقفت هنا في هذه الباحة اللي حضرتك ذكرتها أصابتني حالة من الرهبة والذهول. بالتأكيد، أولا بنيت من الآجر، ومصطلح الآجر يعني الطابوق عندنا، طابوق. فضلا عن الاستفادة من حضارات الأخرى، يعني استعانوا بمهندسين وخبراء من بلدان أخرى، حتى أن بعض الزخارف الساسانية تجدها في هذه البناية. نعم، كثير من الاهتمامات الحضارية الأخرى أخذت عن طريق الخبراء والمهندسين والعمال المهرة. هذا البناء شيد مع وجود إدارة منظمة أو قانون منظم لها. مثلا يؤخذ موظف مختص بالمالية أو الحسابات، لماذا؟ لأن كان الأساتذة لديهم رواتب داخلية. المدرسة بنيت داخلية، يعني ليس الطالب يذهب إلى أهله ويعود، هو ينزل أسبوعيا أو شهريا. ولذلك فيها أقسام داخلية ممكن. نعم، أخذ بعين الاعتبار المطعم، هناك إطعام للطلبة تفتقر إليه حتى جامعاتنا اليوم. أخذ بعين الاعتبار الكسوة، الملبس موسمية، كل موسم لديه كسوة وملبس الصيف والشتاء. فإذا هناك موظف للمالية مختصين بالمطعم، وهذا طبعا الأموال مدعومة من الخلافة على اعتبار أنه هي إشراف رسمي من الخلافة عليها. ثم هناك موظف مختص بالمكتبة، أمين مخزن على المكتبة. ألحقت بالجامعة بعض المعاهد مثل معهد دار القرآن، هذا مختص بتفسير القرآن وحفظه وتلاوته وكل ما يتعلق بعلوم القرآن. ألحق به معهد دار الحديث، ما يتعلق بمصنفات الحديث الشريف، ويختار الأستاذ على أساس الاختصاص، هناك لجان تختار الأستاذ، أساتذة متخصصين. صح أكو موسوعية عند الأستاذ، ولكن هناك تخصص دقيق. دكتور، يعني جمعة بحد ذاتها من حديثك ومن خلال كلامك يعني نستنتج بأن كانت حتى للفقهاء والأمور الخاصة بالدين، وتدرس كل التخصصات المختلفة. نعم نعم، يدرس كل علوم المذاهب الإسلامية المعروفة آنذاك، فضلا أنها تلقت تعليما حديثا وجديدا، إذ أدخلت دراسة الطب وأدخلت دراسة الفن وأدخلت دراسة الاقتصاد وأدخلت دراسة الهندسة. هذه علوم يعني لم تتوقف مناهج المستنصرية على دراسة العلوم الدينية فقط أو العلوم العربية من نحو وصرف. بأن نشعر بفخر كبير من وجود هذه المدرسة في بغداد، العرب أصحاب الريادة وخاصة في العراق، حضرتك التطور اللي ذكرته بأن وجود الملبس والمأكل والمنام والمشرب وهذه العلوم المختلفة، واليوم في بعض الأحيان يقول بأن الغرب سبق العرب في كثير من التفصيلات المهمة، وحينما نرجع للأرقام الدقيقة والتواريخ تجد بأن العرب هم أصحاب الريادة. عندما نقرأ المستنصرية بروح العصر لا نجد فرقا بين ما كان يعيشه الطالب آنذاك، بل كان يتلقى أكثر ما يتلقاه الطالب اليوم. الأستاذ كان لديه
أربع معيدين. أربع معيدين. هؤلاء الأساتذة بالخط الثاني يتابعون الطالب في أدق التفاصيل بالتحضير اليومي. فإذا الأستاذ عندما يعد المحاضرة طبعا منهج دقيق في أوقاته وفي تنظيمه. الأستاذ عندما يلقي المحاضرة إذا نظام المحاضرة قائم ويعقبه نظام المناقشة والمدارسة والحوار والأسئلة والأجوبة. يعني التعليم يعني عندما تأخذه في إطار العلمي اليوم هو الآن مستخدم. المحاضرة والمناقشة والسؤال والجواب والحوار كان يقام آنذاك. فالمعيدون يعني بعد ما ينتهي الأستاذ من محاضرته يتوزعون على الطلبة ويبدأون يعيدون الدرس إليهم ويحاوروهم ويتلقون أسئلتهم ويسمعون منهم. إذن دكتور هي ندوات فكرية وثقافية وأدبية تخرج منها مخرجات مهمة لرفض الثقافة العراقية في جميع التخصصات. أسأل بوجود حضرتك هنا، شنو أجمل الأشياء اللي شاهدها من خلال وجود هذه المدرسة المستنصرية؟ شنو أجمل اللمحات والصور حتى من خلال برنامجنا العربي ممكن لدولنا وأخوتنا في الأردن وفلسطين ومصر بأن يتعرفوا عليها؟ نحن دائما عندما نتكلم عن عناصر العملية التعليمية نقول هناك طالب وهناك منهج وهناك مدرس ونخفل البيئة العلمية، البيئة المدرسية التي يتنفس منها الطالب مناخا مريحا. أجمل ما في المستنصرية إنه بيئة علمية تجعل الطالب لا يسأم ولا يمل، يعني يفضلها حتى على بيته لما فيها من أماكن للترويح والمأكل والملبس والحوار والندوة. فهي نسهة ورحلة علمية. دكتور وهاي الباحة اللي احنا واقفين بها اليوم من خلال ما نتحدث نشوف ترددات الصوت موجودة وإحنا نوقف هنا، يعني هذه الساحة كأنما صمم هذا الطراز من الأقواس ونوع الطابوق اللي انبنت به هذه المدرسة كأنما أسسوا بأن يكون صوت من يحاضر في هذه الباحة ويتحدث يصل إلى الآخر حتى لو كان في مكان بعيد. نعم، له رنة وله جمالية وله موسيقية فضلاً عن أن القاعات تتسم بالعمق وبحيث تأخذ عدد، العدد ليس بالكثير حتى العدد يحددونه في الصف الواحد. تنظيم عالي دكتور. الإدارة تهتم بالطالب وحقوق الطالب وحقوق الأستاذ، وليس هناك شيء على حساب شيء، كله يتم بمنهج دقيق. فالطالب أحيانا أسبوعيا لا يريد الذهاب إلى بيته، هو من حقه أن ينزل مثل خميس وجمعة، لكن يفضل البقاء في هذه البيئة العلمية التي يعيش فيها الطالب، إلفة مع أستاذه، إلفة مع العلم. يجد طلبة أتوا من كل حد من مصوب، وهذا اللي يمثل الوحدة العربية الإسلامية، أن الطلبة ليس فقط من بيئة من العراق، يشدون الرحال من مناطق متعددة. ولذلك انتشر كثر من العلماء الذين تخرجوا من المستنصرية وحملوا أسفار العلم معهم وصاروا محدثين كبار وصاروا شيوخا كبار وصاروا دعاة علم أثروا الحضارة وأثروا الثقافة. دكتور هذا الكلام المفرح يخلينا اليوم نقول لماذا لا تستثمر هذه المدرسة وإعادة مكتبتها الحقيقية حتى لو كان مو على صعيد الدولة أو المركز الحكومي، على صعيد المتبرعين، منو عنده كتاب مهم يضع في مكتبة المستنصرية وإعادة تهيئتها وتفتح أبوابها حتى في أوقات الليل مثل ما صار العمل في شارع المتنبي. نعم، هذه المدرسة فيها كانت معالم حضارية كثيرة بمرور الزمن فقدت أو سرقت حتى أن أراضي منها هي تبعد طبعا عن نهر دجلة 12 مترا حتى لا تنجرف، يعني يحسبون المسافة بين الجدار وبين الشاطئ. إذن دكتور هذا الحديث اللي تحدثت به حقيقة تمنيت بأن يكون وقت اللقاء أطول للحديث عن المدرسة المستنصرية، وحقيقة كلماتك التي تلامس شغاف القلب دكتور نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل، وشكرا لكل المعلومات القيمة اللي حصلناها من خلالك،
وكلمة أخيرة تحب تقولها؟ الله يحفظكم. وهذا المكان، هذه المدرسة هي ضمن البيت للكل. هذه المدرسة شهدت أقداما وقلوبا هفت إليها من الأردني ومن فلسطيني ومن بلاد الشام عموما ومن كل بقاع البلاد العربية أتت إلى هذه المدرسة، وهناك شيوخ علماء شدوا الرحال إلى هذه البلدان. فتحية لأخوتنا في هذا الصوت العربي الإسلامي الموحد، وأتمنى لكم وللبيت العربي كل التوفيق وفي هذا الشهر الفضيل وفي كل سنة. شكرا لكم. شكراً. ووفقكم الله. شكرا لك دكتور. إذا مشاهدينا راح نكون مستمرين في برنامجنا العربي بيت للكل بعد ما تواجدنا من العراق في بغداد الحبيبة وبالتحديد من المدرسة المستنصرية. سوف تكون هناك جولة مع الزميلة ياسمين ولكن من فلسطين الحبيبة بعد الفاصل. بالفعل يا أحمد، كل الشكر لك على جمال ما رأيناه من العراق. وتراثنا الإسلامي هو جزء لا يتجزأ من حضارتنا في العالم العربي، بل وهو جزء من الأساس الذي بنيت عليه هويتنا ومكانتنا واعتمدنا عليه في أصلنا وعراقتنا وتاريخنا القديم في العالم العربي، وهو جزء أيضا من حالة المجد والعزة والكرامة التي عايشناها طوال القرون الماضية. نتابع هذا التقرير عن التراث الإسلامي في فلسطين، بعدها نبدأ حوارنا مع ضيفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. هو المسجد الأقصى المبارك القائم بناء ورمزا ومعنا ومقدسا ودلالة وإرثا إسلاميا على 144 دنما، ويضم 200 معلم تعد تحفة وسجلا معماريا روحيا وماديا يمثل مراحل التاريخ الإسلامي. هذا الأثر الإسلامي مجمع روحاني ثقافي امتدت قداسته منذ بدء الخليقة عابرا التاريخ من الجهة الجنوبية الشرقية للقدس العتيقة، ممتدا في طهارته كأيقونة نفيسة إلى قلب كل مؤمن ومؤمنة. ما عمره غاز ضله شيطانه إلا واندحر مهما طال الزمن. فعبر التاريخ كثر هم الغزاة الذين جثموا على صدر القدس، تلاشوهم وبقيت المدينة عربية إسلامية مسيحية رغم أنف العابرين. التراث الإسلامي ماثل هنا في كل زاوية وصحن وعلى كل حجر، كما لا يماثله أثر إسلامي في العالم. من الأقصى المبارك الذي وضعت أساساته الملائكة إلى حائط البراق الذي أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام في ساحاته بأنبياء الله ومرسليه، إلى قبة الصخرة المشرفة المعلم الأكثر قداسة لمعراج رسول الله محمد الرسول الأعظم، ومنها إلى السماء. ويعتبر الحرم القدسي الشريف بمجمله صحنا للمسجد الأقصى، مشكلا سدس مساجد البلدة القديمة للقدس العربية، ضاما كافة الساحات والمساجد والمصليات الواقعة فوق الأرض وتحتها، وكذا المآذن والمصاطب والقباب والمدارس والأبنية والأروقة والمرافق والأبواب والأسوار المحيطة بالساحة المفتوحة للمسجد من جهاته الأربع. للمسجد تشد الرحال، وفيه ينوب الفلسطينيون عن الأمة بالذود عن حياضه الطاهرة، غير آبهين ببطش المحتل وجبروته وغيه وصلفه. هم زائلون
ونحن باقون، وهذه حتمية التاريخ، وهذا وعد السماء. رجعنا لكم من جديد. يسعد مساك دكتور يوسف النتشاو، أنت يعني الباحث في موضوع التراث الإسلامي وتحديدا في فلسطين وفي المسجد الأقصى، أهلا وسهلا فيك في برنامجنا بيت للكل. مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين في فلسطين وفي كل الأقطار العربية، ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعلى الجميع. دكتور يوسف، لما نتحدث عن المسجد الأقصى تحديدا، حدثنا عن دوره أكثر في العالم الإسلامي وارتباطه بالتراث الإسلامي ككل في جميع المناطق. أولا ما أود قوله أن المسجد الأقصى هو ليس مبنى، المسجد الأقصى هو مجمع معماري، هو موقع مكشوف يشكل حوالي سدس مساحة البلد القديمة، يقع في الجزء الجنوبي الشرقي من البلد القديمة، وله موقع مسيطر بشكل ملفت للنظر، بحيث أن الرؤية البصرية لمدينة القدس البلد القديمة تتركز هناك، بذلك بصفته أنه يقوم على مرتفع وتحيط به بعض الجبال خاصة جبل الزيتون. فالمسجد الأقصى هو ليس مبنى، هو مجموعة مباني. لعل أشهر هذه المباني ما نسميه الجامع الأقصى، تمييزا عن المسجد باعتبار أنه جزء يقوم في الجنوب من المسجد الأقصى المبارك، تقوم فيه خطبة الجمعة أو يتم فيه المحراب والمنبر. دكتور يوسف، اليوم لما نتحدث عن هذه المكانة الواسعة وهذا المجمع الذي يضم هذه التحف المعمارية ويزخر بالكثير من الوظائف أيضا، كيف انعكست هذه المكانة على الحالة الجمعية الإنسانية في الوطن العربي ككل؟ أولا علينا أن نعرف أن الأقصى هو مكون أساسي في مدينة القدس، والقدس مدينة مكون أساسي في الحضارة العربية الإسلامية وفي أيضا فلسطين. وأستشهد هنا بقول المرحوم الباحث الطيباوي عبد اللطيف الطيباوي، حينما أعلن أكثر من مرة في أبحاثه وكتبه أنه في العرف الحضاري العربي الإسلامي لم يكن يعتبر العالم عالما ما لم يزر ستة مدن، ثلاثة مدنية وهي القاهرة ودمشق وبغداد، وثلاثة دينية هي مكة والمدينة والقدس. فالقدس إذن هي كانت مكون ورافد أساسي من روافد الحضارة العربية الإسلامية من ناحية التأليف. فكثير من العلماء ناشد القدوم إلى القدس، أقام فيها، أبدع، ألف، جاور، وعاش اللحظات الروحية واللحظات الفكرية. ولدينا سلسلة كبيرة جدا من الزوار، من الرحالة، من العلماء الذين أقاموا. أكيد يعني هذه المكانة العظيمة للمسجد الأقصى على المستويين العلمي وأيضا الديني، بحب تحدثنا أكثر عنها بشكل يعني أكثر تخصيصا لما نتحدث، وأي أثر تركه ذلك في التفرد بهذه الحالة؟ أولا مكانة الأقصى، مكانة القدس بشكل عام مكانة عظيمة جدا. أولا تكتسب مكانتها بأن الله سبحانه وتعالى باركها في كتابه العزيز، وأي مبارك أجل من ذلك؟ هي ليست مجموعة من المسلمين وليست مجموعة من الناس الذين اتفقوا على أن هذا المكان مقدس أو هذا، يعني هو الله الذي على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الفضيلة في رمضان الكريم قد ربط ما بين مكة والمدينة والقدس أيضا في أحاديثه، وشجع على الرحلة الدينية وعلى الزيارة في ذلك. والقدس هي القبلة الأولى، ونحن نفخر كأهل فلسطين طبعا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فتح المدينة سلما على عكس كل فاتحيها مما من سبقه،
ومن لحقه فصاحب فتح المدينة أو القدوم إلى المدينة أو الإقامة في المدينة التدمير والسلب والسبي وما إلى ذلك، لكن القدس بقيت، والقدس سلاما أيضا بقيت تتلألأ. وسمح الإسلام أيضا بسماحته وروحه أن يتم فيها إقامة من يخالفهم في الدين، لكن شرط الاحترام. وهذا الذي يظهر لنا دليل كبير جدا كثرة الكنائس، كثرة الأديرة أيضا الموجودة في القدس. هذا الحضور الروحاني الديني الارتباط بالوشائج هو لا يخص فلسطين فقط، لا يخص، هذه عقيدة، يخص كل هذا مسلم. إسلام، هذا هذه حضارة عربية تساهم فيها من روافد مختلفة جدا، كلهم انتمى إلى اللغة العربية وانتمى إلى الثقافة العربية، وشكل الإسلام بسماحته وقيمه وروحته قيمة جميلة. يكفي لنا أن نعرف ونحن في رمضان الفضيل أن قبة الصخرة هي أقدم أثر إسلامي لا زال قائما حتى الآن. يا الله. مبنى بني في سنة 72 هجري 691 يرفض أن يشيخ، يجدد شبابه، يقاوم الزمن. فنحن محظوظون أننا نرى قبة الصخرة كما بناها عبد الملك بن مروان، دون زيادة في المساحة، دون تغيير في التخطيط النادر، ودون تغيير جذري لذلك هو في الزخارف التي تعلوها. يعني إذا ما اعتبرناه سجل تاريخي لأيضاً للفنون والعمارة المميزة والفريدة، حدثنا عن هذه النقطة أيضاً دكتور. قطعاً قبة الصخرة كمبنى تضم مجموعة كبيرة من القيم، لكن لعل أبرز مميزاتها أنها هي مهد تطور الفن الإسلامي. أي شخص يدرس العمارة الإسلامية، يدرس الفن الإسلامي، لا يمكن إلا أن يعرج على قبة الصخرة ويطلع على زخارفها ويطلع على تخطيطها ويطلع على رسالتها الفنية. نحن حينما نزور قبة الصخرة اليوم نرى الفن الإسلامي والفن العربي والذوق العربي كما انعكس في الفترة الأموية، وكما أيضا يعني روعي فيه بعض النصائح والتوجهات الفنية الواردة في القرآن والتي تبناها المجتمع العربي الإسلامي. النماذج الأولى لتطور الفن، خط الكتاب العربي، الخط الذي نكتب فيه، نشاهدها مبكرة في قبة الصخرة. وهل صحيح أنها تمثل يعني معالم مثل الحياة والموت والأرض والسماء والجنة وهذه التفاصيل الجميلة في قبة الصخرة؟ أجمل ما في قبة الصخرة أن كل دارس للفن قد يرى فيها ما يثلج صدره أو ما يفهمه في ذلك. قبة الصخرة هي مدرسة يستقى منها مجموعة كبيرة من القيم. لدينا قيم روحية، ولدينا قيم دينية، ولدينا قيم تاريخية، ولدينا أيضا فنية. بالإضافة إلى ذلك نحن اليوم والمسجد الأقصى تراث يتعرض والمادي يعني. والمسجد الأقصى يتعرض إلى أبشع حملات التنكيل. أيضا نرى أن لقبة الصخرة للمسجد الأقصى بشكل قيمة سياسية لا يمكن التغاضي عنها، بالعكس هي محرك أيضا. بالإضافة إلى القيم الجمالية، مبنى قبة الصخرة المسجد الأقصى بشكل عام وقبة الصخرة بشكل خاص مبنى يستحثك أينما كنت وأنت تنظر إليه أن تقدم حتى تكتشف أسراره. جمالية الألوان، اتساق الألوان ما بين اللون الأزرق واللون الذهبي واللون الأخضر أيضا من على بعد تستفز أي إنسان لديه إحساس فني أن يحضر ويستكشف هذا الجمال، هذا التناسق. يعني وهذا ما دعانا في هذه الحلقة أن نركز على هذا الشاهد الجميل للتاريخ الإسلامي المعنوي وأيضا المادي، لنبقى يعني نتذكر أن المسجد الأقصى وقبة الصخرة التي لا زال إلى اليوم الفلسطينيين بالعشرات يدفعون أرواحهم ودماءهم فداء لها تستحق كل هذه التضحية. كل الشكر لك دكتور يوسف النتشة على هذا الحوار الجميل، وتحياتي أيضا من القدس التي أعمل بها إلى كل المشاهدين والجمهور العربي الذي لا زال متمسكا بحضارته ومتمسكا بثوابته العربية الإسلامية. بكل تأكيد طبعا هي مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا
تتجلى الحضارات الإسلامية بروعتها. لا ننسى تراثنا الثقافي والحضاري الذي حث على الخير والسلام وكل المعاني الجميلة التي تتجلى في مكارم الأخلاق. نتمنى أن نراها اليوم حاضرة في جميع الثقافات والتقاليد والعادات بحق كتراث إسلامي، كما نرى اليوم روعة وجمال الحضارة المادية الإسلامية. نودعكم وننتقل إلى مصر وشافكي. أتناول معكم اليوم في منطقة مليئة بالآثار الإسلامية الجميلة، ويطلقون عليها منطقة قلعة الجبل، لأن بالخلفية قلعة كما تشاهدون، وأيضا على يميني مسجد الرفاعي وعلى شمالي مسجد السلطان حسن. القاهرة تحتفل هذه الأيام باختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية. تعالوا معنا نتابع هذا التقرير لنرى ونشاهد هذه الاحتفالات من القاهرة. شامخة لا تنحني، كبرا صبور قادرة، كم هزمت ممالكا وكم طوت جبابرة، في كل شبر فوقها ذكرى تطل سافرة، تحكي لنا تاريخ مجد أو تقص نادرة. في عام 2022 تتزين القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية. ولدت القاهرة الإسلامية على يد عمرو بن العاص إبان الفتح الإسلامي لمصر، ونثر ابن العاص بذور المعمار الإسلامي بإنشاء مدينة الفسطاط التي أصبحت مهداً لتراث مصر الإسلامي عبر التاريخ. ومع دخول الفاطميين لمصر بدأ القائد جوهر الصقلي في بناء العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية، والتي حملت اسم القاهرة ورسخت شهرتها في العالم باسم المحروسة مدينة الألف مئذنة، نسبة إلى مساجدها التي تجاوزت الألف. رسمت القاهرة وجهها الإسلامي بعمارتها المميزة، فنقشت تاريخا وحياة فوق جدران المساجد. وحفرت فوق أسوارها التاريخية مثل سور مجرى العيون حضارة مئات العقود، ونقشت فوق أبوابها العتيقة مثل باب النصر وباب زويلة سجلات نصر القاهرة على أعدائها. في شوارعها وحواريها وأزقتها لا تزال ثقافة وحضارة المسلمين حية خالدة، تتنفسها في جولة بالغورية والحسين وخان الخليلي. تتوضأ بسيرتها في ساحات مسجد عمرو بن العاص والجامع الأزهر والسلطان حسن، التي ولدت قبل التاريخ فكتبت ملحمة للتعايش الحضاري بين الثقافات والأديان، لتعزز قيم التسامح والإنسانية. فمن خير من القاهرة لنحتفل بها ومعها عاصمة للثقافة الإسلامية. تبولنا في هذه المنطقة، منطقة مسجد السلطان حسن ومنطقة مسجد الرفاعي، وفي حضور دكتور مختار الكسباني كأستاذ للأثار الإسلامية في جامعة القاهرة، وجدتها فرصة في الحقيقة أن أتعرف منه عن عدد من الحكايات وعدد من المعلومات الخاصة بمسجد السلطان حسن والمدرسة، حيث أنه
ذكر لي بأن هذا المسجد، مسجد السلطان حسن كما تشاهدونه، هو درة العمارة الإسلامية بتفاصيل كثيرة جدا، خاصة بالبناء، خاصة بهذا المسجد، وخاصة بالمدرسة الموجودة داخل هذا المسجد. دكتور، يعني في سؤال كده يعني لازم الواحد يفكر فيه، وإحنا واقفين ما بين يعني مسجدين من أجمل ما يكون في العمارة الإسلامية، ده بيخليني أقول البنى اللي حصل في القاهرة أكيد استمد قوته، حتى وإن كان يعني معمار إسلامي، استمد قوته من الآثار المصرية اللي موجودة أصلاً في القاهرة، يعني الأهرامات على بعد كيلومترات من المنطقة اللي احنا واقفين فيها، فأكيد لو أنا ببني في عمارة إسلامية كمان لازم أكون متفوق، لأن أنا في منطقة كلها آثار عالية المستوى جداً. يعني روى على حسك الفني. المصريين قبل العصر القديم كان كل المباني معمولة بالطوب المحروق. العصر القديم جه ادى المصريين فرصة ان هم يمارسوا حرفتهم الاصلية. حرفتهم الاصلية ان هم حجرين، مش حجرين وبس، دول بينطقوا الحجر. حلوة دي، بنقطقوا الحجر فعلا. وصل الحجر، حس ان الحجر بيكلمك. عارف مرقب الحجر ازاي، عارف يتحط، عارف قطعية الحجر بتبقى ازاي. فانتشرت في بداية من العصر الفاطمي المباني الحجرية. في وجهة الجامع الأقمر مثلا في شارع المقيس، طبعا تحفة معمارية، الجامع الأقمر ده يجنن. طب بقى إيه رأيك نكمل كلامنا وإحنا ماشيين؟ دكتور، احنا دخلنا يعني خلاص في ساحة المسجد مدرسة. خليني برضو المدرسة، يعني خليني هنا برضو أقول يعني نرجع تاني لاحتفال القاهرة كعاصمة ثقافية. القاهرة كان ليها أكتر من اسم، يعني سميت القاهرة، ولكن كلمنا عن أسماء القاهرة. أول اسم هو ميجر. ميجر، ميجر في اللغة المصرية القديمة تعني كلمة المحروسة. المحظوظة، المحروسة، المحروسة، عشان كده دايما بنغني يا محروسة. كانت بتترسم عبارة عن دايرة بيحيط بيها سلك شائك، يطلق عليه اسم مجر. وليه دايرة حواليها سلك شائك؟ ليه محمية؟ لأن هي مصر عبارة عن النيل والوادي والصحراء الشرقية والصحراء الغربية، فدي كانت الأسلاك الشائكة اللي تمنع غزو مصر. تمام، فده كان الرمز كله. فطلع المعنى مجر المحروسة. المحروسة، ده جانب. الجانب الآخر، في محروسة بعد عرفناها من الدين. هي البلد الوحيدة اللي تجلى عليها المولى عز وجل. صحيح، وده رمز موجود في سينا في جبل الدكة. وكلمة جبل الدكة إنه جبل الدك، يعني قمة الجبل جت عند قاع الجبل. أما شاف عظمة المولى عز وجل. طيب دكتور، يعني من الأسماء كمان إيه غير المحروسة للقاهرة؟ ظل اسم المحروسة ده بقى هو اللي مرتبط بالقاهرة حتى الآن. يعني تلاقي القاهرة اسمها محروسة القاهرة. وده النصوص التأسيسية اللي هنلاقيها عند باب الفتوح وباب النصر، في نص تأسيس لإنشاء محروسة القاهرة. واحيانا كانوا يطلقوا على مصر المحروسه. ما هي مصر المحروسه. محروسه، يعني القاهره كانت بتاخد من اسم مصر الوطن الكبير. هي مصر، حتى في الارياف عندنا يقول لك ده نزل مصر. نزل مصر اللي هي يعني القاهره. هي صحيح، القاهره هي بالنسبه له هي مصر كلها. ايوه، كلنا بنقول انا راجعين مصر لو انت في اسكندريه. اما جه صلاح الدين وبنى القلعه حتى وقتنا الحالي. طيب، وقبل القاهره كان في اسم تاني للقاهره؟ ولا كانت القاهرة على طول؟ لا، هي القاهرة دي من أول ما انشأها الفاطميين. بنفس الاسم، اسم القاهرة. أو بمعنى أصح إن بعد 5 سنين من وجود الفاطميين أطلق على اسم القاهرة. ودي مرتبطة بقصة خرافية شوية، إن غراب جا واقف على الحبل فتهزت الأجراس فبدأوا البناء، والغراب ده نظير شغل قال لك بس إيه، ضعنا في القاهرة. وسميت القاهرة المحروسة. طيب أنا برضو عايز أرجع أقول في ترتيب منظمة اليونسكو وضع بقى القاهرة كعاصمة إسلامية والاحتفال بيها، يعني أهم وأعرق وأقدم عاصمة إسلامية، وضعها إيه بالنسبة لعواصم العالم من حيث طبعا التراث الإسلامي؟ بالنسبة لمنظمة اليونسكو تحديدا،
هي المهتمة بطراز المدن الإسلامية اليونسكو للثقافة عامة. طبعاً فمصر بالنسبة لليونسكو بالنسبة للسيسكو رقم واحد. انت علمت العالم العلوم. ايوه علمت العالم الطب، علمت العالم الفن، علمت العالم الغنى، علمت العالم الموسيقى، علمت العالم الشعر، علمت العالم المباني. انت تعرفي ان احنا عندنا عندك هنا في متحف الحضاره اهو في الفسطاط جهاز تعويضي لاميره من امراء رجليها اتقطعت او صباع رجليها اتقطعت. ايوه موجود في المتحف فعلا، اتعمل لها جهاز تعويضي. جمجمه معموله عمليه تبانه وقعدت 20 سنه بعد العمليه. صحيح. طب سؤال تاني موجوده في لندن، يعني وانا واقفه هنا عشان شايفه كمان الالوان والحضاره، وانا زرت الاندلس كتير، يعني زرت اسبانيا طبعا اللي هي الاندلس قديما في التاريخ، والعرب عاشوا وعملوا فتوحات اسلاميه كثيره في الاندلس وعاشوا لفوق ال 800 وحاجه سنه. فلما بتكلم هل استمدوا يعني في الفتوحات الإسلامية استمدوا، لأنه الحضارة هنا قبل العالم كله استمدوا حاجات، لأنه لما تروح الأندلس ترى نقوش قريبة جدا من اللي احنا عايشين فيه ده. بالضبط. الفرق بين ده وده ايه؟ في القاهرة هنا تلاقيها فيها عقار، تبقى قاعدة في جامعة مثلا أو في مدرسة زي مدرسة السلطان حسن، انت سامع نغم بشكل مباني وترد على بعضيها، سمع نغم. سمع. هناك قلد. فهناك ايه؟ تقليد مش اصل. هنا اصل. هناك يعني قلد البنى العالي بس مش المجسمات دي. لا لا لا، ما هنا المدرسه الطلبه كانوا يعني بيقعدوا هنا. بصيت لشريط الكتابه ده. بصي ما شايفاه هنا ورا حضرتك. شوفي مدور ازاي. منور ازاي. الشط العربي منور جدا. شوفي منور ازاي. وده معمول من الجبس عادي. انما الفنان حط فيه روح إن الله جميل يحب الجمال، فلابد أن يظهر فيه الجمال. عموماً الجمال هيفضل موجود، وأثرنا الإسلامية بجد يعني جميلة، والقاهرة تستحق أنها تكون أقدم وأعرق وأجمل عاصمة إسلامية إن شاء الله. وبالمشروعات اللي بتقوم بها الدولة دلوقتي، والسلطة اللي موجودة دلوقتي في مصر مهتمة جداً 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 بكل ما تتخيليه مرتبط بالآثار الإسلامية بصفة خاصة. أكيد. يعني مشاهد ترميم أهل البيت، مشاهد أهل البيت، متحف الحضارة. كنا الأسبوع اللي فات في منطقة الحسين من جمالها. حاجة مش ممكن. أكيد. دكتور مختار كسباني، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الجولة اللي استمتعنا فيها مع حضرتك. ورمضان كريم. الله أكرم. الله أكرم. في ختام هذه الجولة الجميلة من منطقة الآثار الإسلامية التي بها مسجد الرفاعي ومسجد ومدرسة السلطان حسن، انتهت الحلقة، ولكن الزيارة دائما مفتوحة، وأهلا وسهلا بكم بكل دولنا العربية تأتون لزيارة المعالم الأثرية الإسلامية بالقاهرة. أهلا بكم ودمتم في رعاية الله.